আসসালামু আলাইকুম ওরি ও সম্মানিত শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা আজকে আমরা সুরাত আটান্ন নম্বর পর্বের ক্লাস করব ইনশা আল্লাহ তো চলুন সম্মানিত শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা আজকের ক্লাস আমরা শুরু করি بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عيد المشعر الحرام. ليس عليكم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا، جناح أن فضلا من ربكم فضلا من ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم فإذا أفضتم من عرفاته من عرفات فاذكروا الله فاذكروا الله عيد المشعر الحرام عيد المشعر الحرام، فإذا أفطم من عرفات فاذكروا الله عيد المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، واذكروه كما هداكم، وإن كنتم وإن كنتم من قبله من قبله لمن الضالين لمن الضالين وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم افيضوا ثم افيضوا من حيث من حيث افاض الناس أفاض الناس، وأستغفر الله، وأستغفر الله، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وأستغفر الله، إن الله غفور رحيم، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. فَإِذَا قَضَيْتُمْ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِ ذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول فمن الناس من يقول ربنا آتنا ربنا آتنا في الدنيا، في الدنيا وما له في الآخرة، وما له في الآخرة من خلاق، من خلاق. মিনান নাসিবাই ইয়াকুল রাব্বানা দুনিয়া ওয়া মালাহু ফিল আখিরাতি মিন খালাক শমনি তো ও বোনেরা আমরা এখন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সুদূর রিডিং উচ্চারণ শিখব ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عيد المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبِّ ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق صدق الله العظيم